أهلا بكم إلى هذه الظهيرة من الميادين وفي عناوينها لليوم. الاحتلال يفجر منزل الأسير منتصر الشلبي في ترمس عكا شمال رام الله، وفصائل فلسطينية تصف التفجير بالعدوان الهمجي وتؤكد أنه لن يوقف المقاومة. انضمام أسيرين إلى زميلهما الغضنفر أبو عطوان في إضرابه عن الطعام دعما له وفعاليات تضامنية معه في الداخل الفلسطيني المحتل للإفراج عنه. الدول الضامنة لصيغة أستنا تؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ورئيس وفد دمشق يتهم أنقرة بتتريك الشمال السوري. وعلى وقع المعارك بينهما وفدا كابول وطالبان إلى طهران يشددان على الحل السياسي، وموسكو تحذر من زيادة الهجمات الإرهابية بعد الانسحاب الأمريكي. وفي الظهيرة أيضا موجز اقتصادي مع إليسار كرم. مرحبا إليسار، ماذا لديك اليوم؟ مرحبا محمد. في اقتصاد الظهيرة سنتابع: الصيادلة في لبنان يعلنون الإضراب العام والمفتوح بدءا من يوم غد. أسعار المواد الغذائية المستوردة ترتفع، والليرة اللبنانية تسجل انهيارا جديدا أمام الدولار. وفي هذه الظهيرة أيضا موجز للأخبار الرياضية، وفي أبرزه مايك شربوبي. مرحبا دينا، سنتابع في موجز الرياضة: حكاية تتوارثها الأجيال وتنتظر عودتها إلى الديار. إنجلترا تبلغ النهائي القاري الأول في تاريخها على حساب الدنمارك. هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأخبار سنكون مع تفاصيلها في سياق النشرة، لكن أولا نبدأ مع آخر التطورات في فلسطين المحتلة. بالفعل محمد، نبدأ من هذه التطورات حيث فجرت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل الأسير منتصر الشلبي في بلدة ترمس عيا شمال رام الله لاتهامه بتنفيذ عملية زعترة والتي أدت إلى مقتل مستوطنة قبل شهرين. وقد أظهرت المشاهد التي وردتنا لحظة تفجير قوات الاحتلال للمنزل. قوات الاحتلال قامت في أعقاب هدم المنزل بنشر قواتها في المنطقة، ونفذت حملة دهم واسعة وأطلقت قنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين الذين تصدوا لاعتداءاتها. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها آليات عسكرية قد اقتحمت البلدة ودهمت منزل الأسير الشلبي، وبدأت بإخلاء المنازل المجاورة، وذلك تمهيدا لهدمه بعد وضع كميات كبيرة من المتفجرات داخل المنزل. وقد تصدى عدد من الشبان الفلسطينيين لاعتداءات هذه القوات. إلى ذلك أكدت زوجة الأسير منتصر شلبي بعد تفجير الاحتلال منزل عائلتها أنهم صامدون رغم كل محاولات الاحتلال في التخريب والتدمير، مشددة على أن هذه الأرض أرض الفلسطينيين وسيخرج الاحتلال منها قريبا. هذا في وقت وجهت العائلة رسالة لمحمد الضيف من أمام ركام المنزل. ان شاء الله قريبا قريبا المنتصر الى اسم الله. عاشت حماس، عاشت حماس، حره ابيه لن تنهز، محمد الضيف لن ينهز. رغم انوف الجواسيس، رغم انوفهم اذناب الصهاينه ابن الكبير، مهما هدوا مهما خربوا مهما اعتقلوا مهما قتلوا مهما سجنوا احنا بنضل صامدين. هذه بلادنا وهذه ارضنا وهم محتلين، وان شاء الله قريبا راح يطلعوا منها. قرب اجلهم ووعد من ربنا راح ينصرنا عليهم باذن الله. ومنتصر قوي وبطل، واللي سواه شيء بيرفع الراس، والبيت راح يتعوض.
وهذا اللي أنا بقوله، فدا الأقصى، فدا الوطن، وفدا جوزي وولادي. اسمنت وبطون وكلة بتعوض، والحمد لله صابرين ومحتسبين الأجر عند الله. إلى ذلك نددت معظم الفصائل بممارسات الاحتلال، ولا سيما بتفجير منزل منتصر شلبي، وقد وصفت حركة الجهاد الإسلامي هذا الاعتداء بالعدوان البشع وبالجريمة التي لن تنال من عزيمة الأحرار. الحركة أضافت أن العدوان لن يوقف المقاومة، والتي هي حق مشروع وتعبير طبيعي عن رفض الاحتلال. بدورها وصفت حركة حماس عملية التفجير بفعل همجي وسلوك إرهابي، ورأت أن استمرار الاحتلال في سياسة هدم المنازل يؤكد وعجزه الكامل عن وقف ثورة الشعب الفلسطيني. قوات الاحتلال كانت قد هدمت أمس منازل 11 عائلة في بلدة حمصة في غور الأردن في الضفة الغربية. وقال المجلس النرويجي للاجئين أن نحو 35 طفلا يواجهون خطر النقل القسري بعد هدم القرية. وتحت أنظار السكان المدمرة منازلهم، عمدت جرافات الاحتلال إلى رفع الأنقاض على متن شاحنات لنقلها. وترغم قوات الاحتلال تزعم تصنيف المنطقة منطقة إطلاق نار وحقد حماية للجيش الإسرائيلي. هذه المرة السابعة التي ينفذ فيها هذا الاحتلال هذه الجريمة النقراء التي يرتكبها اليوم بحق أبناء شعبنا، بحق النساء والأطفال والشيوخ. هذا دليل على أن هذه الدولة، دولة الاحتلال، ما تقوم به هو إرهاب دولي منظم بحق الوجود الفلسطيني. الآن 63 مواطن فلسطيني أصبحوا في العراء، 11 عائلة فلسطينية تم هدم مساكنها ومصادرتها، حتى خزانات المياه التي يستطيع المواطن الفلسطيني أن يضع المياه داخل هذه الخزانات من أجل أن يقوم بسقاية أبنائه ومواشيه، يتم تدميرها ومصادرتها من قبل هذا الاحتلال. وبموازاة ذلك، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة شملت عددا من مناطق الضفة، من بينها بيت لحم، حيث اعتقلت فجرا عددا من الفلسطينيين. وكذلك داهمت قوات الاحتلال قرية تل جنوب غرب نابلس، حيث تصدى لها الشبان الفلسطينيون خلال مداهمتها عددا من المنازل قبل أن تنسحب من البلدة. وفي القدس المحتلة، اعتدى مستوطنون على مسجد حسن بيك في مدينة يافا شمالي غربي المدينة المحتلة. المقطع المصور الذي بثه إمام المسجد أظهر آثار الاعتداء وحطام النوافذ والزجاج المتناثر. السلام عليكم. وفي القدس المحتلة أيضا، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة. وقد اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا دينية، وذلك بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وبالتزامن، وفيما كانت قوات الاحتلال تؤمن الحماية لهؤلاء المستوطنين، أقدمت على توقيف شاب في باحات المسجد الأقصى. وأظهرت لقطات مصورة قوات الاحتلال وهي تقتاد الشاب إلى خارج المسجد. الخارجية الفلسطينية نددت بهدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل خربة حمص الفوق، واعتبرت ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. الخارجية قالت إن هذه الاعتداءات تعبر عن نهج متواصل ضمن سياسة أساسها الاحتلال والتطهير العرقي عبر القوة العسكرية وبلطجة عصابات المستوطنين. وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي تحول إلى نظام فصل عنصري فاشي وحاقد وعنصري، كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته حيال هذه الجرائم ومنعها قبل أن يتأخر الوقت. ومن رام الله ينضم إلينا عضو المجلس الثوري في حركة فتح محمد اللحام. نرحب بك سيد محمد عبر شاشة الميادين، ونسأل في البداية عن سياسة الهدم الإسرائيلية، هذه الممارسة الإسرائيلية كيف تصفونها، وأيضا يعني كيف من الممكن التصدي لها؟ نعم، بالتأكيد هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني
ويعني تتجلى هذه الجرائم بهذه العقوبة الظالمة والمتطرفة حتى بكل القوانين العالمية. لا توجد بالأعراف الدولية أو بالقوانين الإنسانية أي حالة من العقاب الجماعي من خلال هدم منزل أسرة وتشريد أهلها في الشارع. ولكن هذه السياسة الفاشلة والفاشية في نفس الوقت بالتأكيد منذ عام 67 أكثر من 100,000 مسكن فلسطيني تم هدمه لأبناء الشعب الفلسطيني. يعني لو بدنا نحط المساكن اللي بس بالحرب الأخيرة على قطاع غزة فوق بعض بطلع أكيد أكثر من البرجين في نيويورك اللي الإدارة الأمريكية خاضت حروب وقتلت لها أكثر من 1,000,000 شخص بالعالم عشان البرجين. فما بالك الشعب الفلسطيني اللي من 67 ومن 48 عمليات الهدم المتواصلة دون أن يؤثر ذلك على معنويات أبناء شعبنا في التصدي للاحتلال ومواجهة الاحتلال. منزل الأسير منتصر الشلبي هو الرابع هذا العام للأسرى فقط نتيجة سياسة الاحتلال وجنون الاحتلال لاعتقاد الواهم بأن هذه السياسة ممكن أن تنال من عزيمة الفلسطيني أو تردع أي حالة تضحوية فدائية اتجاه مقاومة الاحتلال. بالتأكيد يجب أن يكون هنالك التفاف وشعبنا بخير والناس عندنا طيبين. لا في التفاف ومنزل منتصر شلبي كما المنازل الأخرى للأسرى وللشهداء ستبنى. وللعلم هذا المنزل هدم قبل أن يتم حكم منتصر شلبي وغيره من الأسرى. أي أن هذه الحكومة الظالمة هذه المنظومة الإرهابية منظومة الاحتلال تقوم بممارسات إرهابية على أعلى مستوى أمام كل العالم. طيب لكن بالسبل يعني السبل للتصدي والآليات للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية التي حضرتك يعني وصفتها بمحاولة ردع الفلسطيني عن مقاومة الاحتلال إلى جانب الالتفاف الذي حضرتك تتحدث عنه، ما هي السبل اليوم المتاحة وضرورية أيضا لمواجهة هذه السياسة؟ وتابعنا منذ قليل رسالة وجهتها عائلة الأسير الشلبي لمحمد الضيف. ما هي السبل والآليات للتصدي الفعلي ومحاولة إيقاف وردع إسرائيل عن هذه السياسة؟ نعم، فيما يتعلق بالبيوت التي تستهدف من قبل الاحتلال تقوم الحكومة الفلسطينية بتغطية ذلك وبإعادة تشييد هذه البيوت للأسرى وللشهداء، بالإضافة لأن المجتمع المحلي الفلسطيني لا يقصر بهذا الاتجاه، وهذا أقل واجب على الجميع، وهذه ليست منا بل واجب على كل فلسطيني أن يقف مع هذه العائلات التي تقدمت قبل الآخرين لحالة تضحوية باتجاه الوطن باتجاه فلسطين. بالإضافة لأنه بالتأكيد لا يمر أي اقتحام لجيش الاحتلال للبلدات والمدن والمخيمات في محاولة لهدم هذه البيوت بسلام، بالعكس هنالك مواجهات يتصدى كل الأهالي لقوات الاحتلال أثناء ذلك، ولكن قوة البطش المتمثلة بكمية البارود والدبابات وهذه الإمكانيات لدى منظومة الاحتلال بالتأكيد هي كبيرة. ولكن بالحد الأدنى هنالك رسالة من كل بلدة فلسطينية في وجه الاحتلال أثناء تنفيذ ذلك، ويجب أن يستمر الانتفاضة ويجب أن يكون هنالك من أعلى للرد على جرائم الاحتلال بما يتناسب مع الأذى الذي يقع بنا كأبناء شعب فلسطيني منهم ومن المستوطنين ومن كل هذه المنظومة، لأنها هذه منظومة مستوطنين منظومة مستعمرين ليست بدولة، هذا وهم. نعم، ونحن الحقيقة التي ستبقى على هذه الأرض. بالفعل كذلك السيد محمد اللحام عضو المجلس الثوري في حركة فتح، حدثنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأسيرين كفاح حطاب وخليل أبو عرام دخلا إضرابا مفتوحا عن إطعام دعما للأسير الغضنفر أبو عطوان. ويواصل محمد الأسير الغضنفر إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع الخامس والستين ولليوم الخامس على امتناعه عن تناول الماء وذلك رفضا لاعتقاله الإداري. وقال المحامي جواد بولس أن التقارير الطبية في مستشفى كابلان الإسرائيلي تؤكد أن أبو عطوان يعاني من ضعف شديد وألام حادة في الصدر والظهر وتحديدا في الجهة اليسرى، إضافة إلى أوجاع شديدة في البطن وفقدانه القدرة على تحريك أطرافه السفلى. وإلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية خيمة الدعم والإسناد للأسير الغضنفر أبو عطوان والمقاومة أمام منزله أو منزل عائلته في بلدة دورة جنوب الخليل محمد. وفي الأراضي المحتلة عام 48 اعتصم عدد من الأهالي أمام مستشفى كابلان تضامنا مع الأسير الغضنفر، ورددوا الكثير من الهتافات الداعمة له من بينها جوعك ثورة وراسك عالي.
هلالي عزمتي عسام هلالي وانا بنت القدس وجبارة امشي على خطك سوء جبارة انا بنت على خط آخر توالت اليوم المواقف المعازية برحيل القائد الفلسطيني أحمد جبريل وقد عزت به كبار القيادات الفلسطينية من بينهم الرئيس محمود عباس ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة. إلى ذلك أكد رئيس أساقفة سيباستيا للروم الأرثوذكس المطران عطلة حنا أن المناضل الكبير القائد أحمد جبريل كان علما من أعلام فلسطين وأفنى حياته دفاعا عن القضية الفلسطينية وضمن تسجيل صوتي تقدم فيه بالتعازي إلى أسرة الراحل. أضاف حنا أن أبناء جبريل سيواصلون المسيرة بالإرث الذي تركه خلفه. لقد كان المناضل الكبير أحمد جبريل علما من أعلام فلسطين ومناضلا ومكافحا من أجل تحرير الأرض والإنسان وأفنى حياته كلها دفاعا عن هذه القضية ودفاعا عن القدس ودفاعا عن حرية وكرامة شعبنا. الفلسطينيون يقفون اليوم إجلالا ووفاء لهذه الشخصية القيادية التي بقيت حتى الرمق الأخير متشبثة ومتمسكة بالثوابت الوطنية كما بقي وفيا لسوريا التي احتضنت القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المنكوب منذ عام 48. كذلك صدرت العديد من المواقف المعزية من بينها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي وصف رحيل القائد جبريل بأنه خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني. كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة نهت أمينها العام أحمد جبريل مشيرة إلى أنه أفنى حياته دفاعا عن فلسطين. أنا حملت السلاح وأنا عمري 19 عاما وأنا وحيد لأسرتي. مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وزعيمها منذ إنشائها عام 68 أحمد جبريل القائد الفلسطيني الكبير والمناضل صاحب التاريخ العريق في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. جبريل المولود في يافا عام 38 يحمل الجنسية السورية وهو أحد أبرز القادة الفلسطينيين الحلفاء لسوريا وتربطه علاقة وطيدة بها. يعد جبريل من القادة الفلسطينيين القليلين الذين تلقوا تكوينا عسكريا أكاديميا حيث انتقل بعد حصوله في دمشق على شهادة الثانوية العامة في التخصص العلمي إلى القاهرة والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها. يعد أحمد جبريل أول من خطط للعمليات الاستشهادية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مناهض لاتفاقية أوسلو ويؤمن بالمقاومة المسلحة لتحرير فلسطين. وكانت الجبهة الشعبية القيادة العامة أحد فصائل محور المقاومة الأساسية. برع أحمد جبريل بتنظيمه عمليات اختطاف الجنود الإسرائيليين ومبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على غرار عملية الجليل عام 85 التي جرى خلالها مبادلة 3 جنود إسرائيليين بأكثر من 1000 أسير بينهم الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس. إنجازاته هذه جعلته من أبرز المطلوبين لدى إسرائيل التي حاولت اختطافه واغتياله مرات متعددة لكن الإخفاق لازمها في جميع تلك المحاولات. برغم كل الإغراءات والتهديدات رفض المناضل الراحل المساومة على نهجه المقاوم ورفض كل أشكال التطبيع والتسويات على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. إلى جنيف حيث رفض مندوب لبنان في مجلس حقوق الإنسان سليم بدورة رفض بشكل قاطع التعاطي مع التوصيات الإسرائيلية والتي تطالب باعتبار حزب الله منظمة إرهابية. وشدد المندوب اللبناني على أن حزب الله هو مكون أساسي من المكونات اللبنانية وله دور كبير في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
نرفض أيضا بقوة الاتهامات الموجهة إلى حزب الله اللبناني، ونرفض ونستنكر نعته بالإرهاب. حزب الله مكون لبناني أساسي يمثل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني، وهو يشارك في الحكومة وفي الندوة البرلمانية، ويلعب دورا أساسيا في المقاومة اللبنانية بوجه الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. في خطابه الأول كرئيس إسرائيلي جديد، خصص إسحاق هرتسوك مساحة كبيرة للانقسام الداخلي الذي يعاني منه المجتمع الإسرائيلي وخطورته، وهو ما تطرقت إليه الكلمات الأخرى. وكل ذلك يأتي في ظل استمرار الأزمة السياسية في إسرائيل وزيادة حدتها بين الحكومة والمعارضة. هذا التقرير لمنى الإسماعيل. إسحاق بن خيم هرتسوك زخو لبرخة. خلفا لرؤوفين ريفلين، أدى إسحاق هرتسوك اليمين الدستورية في الكنيسة الإسرائيلي كالرئيس الحادي عشر لإسرائيل. هرتسوك في خطابه الأول كرئيس إسرائيلي كرس القسم الأكبر من كلامه للشرخ الذي يعانيه المجتمع الإسرائيلي. هذه الأيام ليست أياما عادية، إنما أيام تنهزم فيها التصرفات الرسمية أمام الاستقطاب، أيام فيها الروح الموحدة والقيم المشتركة أكثر هشاشة من أي وقت مضى. الثمن الغالي على الإطلاق الذي يدفعه الجميع هو تآكل منعتنا الوطنية، عندما تشعر كل مجموعة بالتهديد، وعندما يتشبث كل شخص بمواقفه وآرائه. هرتسوك لم يكن وحده من حذر من التمزق الذي يعانيه المجتمع الإسرائيلي ليكون الحاضر الأبرز في خطابه، فكانت الروحية نفسها تظهر في كلمة الرئيس السابق رؤوفين ريفلين ورئيس الكنيسة ميكي ليفي، الذي حذر من أن ما يحدث في المجتمع الإسرائيلي أخطر من النووي الإيراني. سيد الرئيس المنتخب، أنت تتولى منصبك في فترة صعبة، المجتمع الإسرائيلي فيها منقسم وممزق أكثر من أي وقت مضى. إنه تهديد وجودي حقيقي على إسرائيل، حتى إنه أخطر بكثير من النووي الإيراني. الاختبار الأول والكبير لهرتسوك برأي مراقبين سيكون محاولة جسر الهوة وتوحيد المجتمع الإسرائيلي المشرذم والمنقسم فيما بينه قدر الإمكان، ولا سيما في ظل استمرار الانقسام والاستقطاب الشديدين والخطاب الحاد وتبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة، وفي ظل فشل الائتلاف الحكومي في تمرير قوانين، ما يدل على ضعف الحكومة وعدم تحقيق الاستقرار السياسي في إسرائيل حتى الآن. أكدت الدول الضامنة لصيغة السنة ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. واتفقت الدول المجتمعة على مواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي على مسلحي تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية في سوريا. وفي بيان عقب انتهاء الجولة 16، أكد المجتمعون رفض الاستيلاء على النفط السوري، وجددوا الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها. هذا في حين اتهم رئيس وفد الحكومة السورية أيمن سوسان تركيا بالعمل على تتريك شمال سوريا. معنا من موسكو مدير مكتب الميادين سلام العبيدي، مرحبا بك أستاذ سلام. كيف يقرأ بيان هذه الجولة في هذه المحادثات لجهة ضمان سيادة سوريا وعدم تتريك الشمال السوري لها؟ أهلا بك. في الواقع يجب أن ننظر إلى نتائج هذه الجولة 16 من مباحثات السنة للتسوية في سوريا. يجب أن ننظر إلى هذه النتائج من زاويتين: زاوية النتائج الرسمية التي جاءت في البيان الختامي، وأيضا هناك نتائج يمكن أن نستشفها من تصريحات الأطراف التي كانت تشارك في هذه المباحثات. من حيث الجوهر، ما زالت هذه العملية عملية استثناء ضرورية ومهمة، وتؤكد أهميتها بالنسبة لإيجاد حلول للقضايا السورية على الأمد القريب والمتوسط، وهذا رأيناه من خلال ما ورد في نص البيان، وخاصة التمسك بوحدة وسيادة سوريا، وأيضا عدم السماح بأن ترفع المنظمات الإرهابية
رأسها من جديد، وتمت الإشادة إلى النجاحات الكبيرة الميدانية في محاربة الإرهاب وفي القضاء على معظم الجماعات الإرهابية. وأيضا المهم أن جميع الأطراف بما في ذلك الجانب التركي شدد على ضرورة الاستمرار في مكافحة الإرهاب، وتم تسمية كل المنظمات التي حتى بعض منها كانت تحسب على تركيا. هنا أريد أن أسألك دكتور سلام، هل لمست جدية تركية في هذه النقطة تحديدا خلال المحادثات؟ في تقديري موافقة الجانب التركي على هذا البيان بكل تفاصيله، هذا يعتبر تجاوب من قبل الجانب التركي وانصياعه إلى تلك الآليات التي وضعت منذ سنوات لحل الملف السوري. فمن وجهة النظر هذه طبعا هذا يعتبر شيء إيجابي، لكن طبعا هناك ممارسات على الأرض، وهنا تحديدا أتكلم عن النتائج التي تحدث عنها المشاركون الآخرون، ليس فقط الجانب السوري الذي يعني ندد بالممارسات السورية الممارسات التركية وعرقلتها للأمور كثيرة، ولكن أيضا تصريحات الرئيس الوفد الروسي السيد ألكسندر لافرينتيف الذي قال ما زالت هناك هو بين الحكومة السورية وما يسمى بالمعارضة التي تشارك في هذه المباحثات، من حيث عدم وجود ثقة تكفي للقيام بكل ما هو مطلوب من هذه العملية، عملية أستانا. من وجهة النظر هذه طبعا هذا يعتبر يعني شيء معلق، لكن مع ذلك هناك اتفاق على أن تبدأ اللجنة الدستورية عملها صيف هذا العام، والممثل الأممي تعهد بأن يفعل كل ما في وسعه من أجل استئناف عمل اللجنة الدستورية، وأيضا الاتفاق على عقد جولة جديدة من مباحثات أستانا خريف هذا العام. بشكل عام هناك مسألة مهمة أيضا يعني ما زالت معلقة، هي مسألة الممرات الإنسانية، وسمعنا من الجانب الروسي بأن هذا الموضوع رغم يعني محاولة التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات، لأن الوضع الإنساني في سوريا يحتاج فعلا عناية من قبل الجميع، لكن تبقى هذه المسألة محالة إلى مجلس الأمن الدولي، حيث هناك تجري فعلا معركة كبيرة هناك في أروقة مجلس الأمن الدولي، خاصة بين روسيا والولايات المتحدة. سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أسباب وخلفيات عدم اهتمام الجماعات التكفيرية التي قاتلت في سوريا والعراق بتحرير فلسطين وضبابية موقفها من الاحتلال الإسرائيلي في تقرير لديما نصيف. مشهد في العام 2012 في ريف إدلب، صحفي إسرائيلي دخل مع مجموعة مما يسمى الجيش الحر عبر الحدود التركية. الهدف كان مقابلة أحد قادة المجموعات في جسر الشغور. قالولي الإسرائيلي إذا بيجي لعندي وبيخلي أنا يا أبو فادي ضد بشر هو عيني. كان هذا شمالاً، أما جنوباً فكانت سيارات الإسعاف الإسرائيلية تعبر منطقة فصل القوات لإجلاء عشرات الجرحى من المسلحين نحو مشافي صفد ونهاريا. هناك وعبرهم سوق نتنياهو لإنسانية إسرائيلية مزعومة. لم تتأخر مجموعات مسلحة في الحرب السورية لتعلن عدم حرجها من تقاطع مصالحها مع إسرائيل من بداية الحرب. مددها تل أبيب بالدعم الاستخباري أولاً واللوجستي والاستشفائي لترسم عبرها مشروع منطقة عازلة تمهيداً لضمها إلى الجولان المحتل. ومتابعون إلى الطريق إن شاء الله بإذن الله تعالى إلى دمشق وغوطتيها. مسلحو النصرة وجنود الاحتلال معا على معبر القنيطرة في الجولان السوري عام 2015. ما كان مساكنة سرية تحول إلى عقد احتلال مشترك لمنطقة الفصل بعد طرد قوات الإندوف منها. أمتار قليلة كانت تفصل النصرة عن العمق السوري المحتل، لكنها اختارت توجيه بندقيتها في الاتجاه المعاكس وتحولت إلى مجموعة وظفتها إسرائيل في عمليات تدمير مراكز الاستطلاع للجيش السوري وخطوط إسناده، وهي نقاط عسكرية شكلت قلقا متناميا للاحتلال طوال 40 عاما. الجيش السوري وحلفاؤه عادوا إلى المنطقة وأنهوا مشروع الجدار الطيب الذي سعت إليه إسرائيل لإقامة محمية تابعة لها في جنوب سوريا عبر مجموعات لم يكن تحرير فلسطين يوما حاضرا في خطابها لا قولا ولا فعلا.
سنوات الحرب في سوريا حفلت بمشاريع متضاربة، لكن العمل الإسرائيلي كان جامعا لها. فيدراليات كردية في الشمال، محميات إسرائيلية في الجنوب، وخلافة في الشرق، عملت كلها على تفتيت الخارطة السورية ووحدتها، وراهنت على نقل الدور السوري من سند للقضية الفلسطينية إلى شريك في تصفيتها. وهذا ما لم يحصل. ديما نصيف، دمشق، الميادين. في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، عادت لتنشط مشاريع حرفية وصناعية غذائية بفعل الأزمة الاقتصادية وتداعيات الحرب. على مقربة من شريط الفصل مع الاحتلال الإسرائيلي، مشاريع صغيرة لتصنيع الألبان والمنتجات الزراعية. بالفعل محمد، فقد أنشأتها مئات العائلات السورية في سبيل تحسين معيشتها. مراسلنا محمد الخضر كان في القنيطرة وعاد بالتقرير التالي. في القنيطرة تنهض ورش ومصانع لإنتاج الألبان ومشتقاتها، مبادرات فردية تسهم في تحسين معيشة مئات العائلات وتثبيتها في أراضيها على بعد مئات الأمتار فقط من الجولان السوري المحتل. يعتمد هذا المصنع على مربي الأبقار والأغنام في قرى القنيطرة، مشروع استثماري مادته الأولية الحليب، وهو المنتج الرئيسي لمزارعي المحافظة. عوائد مجزية تنعش اقتصاد مئات العائلات الفقيرة في منطقة يعتمد أهلها على الزراعة وتربية المواشي. أنشأنا هالمشروع على أرض محافظتنا، يعني الحمد لله على المواد متوفرة والخدمات كله الحمد لله كثير جيدة. بعدين كله من الأبقار، الحليب، هالشيء كله من المحافظة. مشاريع صناعية تنمو بالطراد وبإمكانات بسيطة، تراها محافظة القنيطرة خطوة لتوطين صناعات محلية تشجع الآلاف من أبنائها على الاستقرار في قراهم، دعمتها بمشروع منطقة صناعية وحرفية بأسعار تشجيعية. عندنا منطقة صناعية بمساحة 250 دونم، البنى التحتية تم تنفيذ 75% تقريبا من البنى التحتية، وحاليا في تم الاكتتاب بالكامل على المنطقة 166 مقسم صناعي و103 مقسم حرفي، وحاليا في طور الإشادة والبناء وإجراء التراخيص. تحمل تلك المشاريع قيمة رمزية عالية تتجاوز البعد الاقتصادي برغم أهميته، قيمة تأتي من دعم حالة استقرار مجتمعي لأبناء المحافظة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. محمد الخضر من القنيطرة، الميادين. الظهيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. في الذكرى 49 لرحيله، أكاليل ورد على ضريح الشهيد غسان كنفان. جديد، أهلا بكم إلى هذه الظهيرة. أعلنت حكومة إمارة دبي السيطرة على حريق اندلع في ميناء جبل علي الرئيسي جنوب دبي الإماراتية إثر انفجار كبير في حاوية على متن سفينة من دون حدوث وفيات أو إصابات. وقالت شرطة دبي إن الحريق ناجم عن مواد قابلة للاشتعال بإحدى الحاويات، وأكدت السيطرة عليه ونفت وقوع إصابات أو وفيات بين طاقم السفينة الراسية في الميناء، وأكد عدم وجود مواد مشعة، وأشار كذلك إلى أن سبب الحريق هو احتكاك أو ارتفاع في درجات الحرارة. وإلى اليمن، حيث استعاد الجيش واللجان الشعبية بالتعاون مع أبناء القبائل مواقع عديدة من قوات الرئيس هادي وتنظيم القاعدة، وذلك خلال عمليتين عسكريتين في مديريتي الصومعة والزهر شرق محافظة البيضاء وجنوبها. قتل وجرح على أثرها أكثر من 80 عنصرا بينهم قادة من تنظيم القاعدة. قوة هيا حد ضربات ولكن الله رمى. هذه هي مسألة طيب. وحدة الموقف ووضع استراتيجية موحدة لمواجهة الهجمة الأمريكية ضد الإعلام المقاوم، عنوان بارز لمؤتمر الإعلام المقاوم والذي احتضنته العاصمة صنعاء. تقرير لأحمد زبيبة. شكري مجددا للاتحاد الإعلامي
تزامنا مع الاختراقات الأمريكية على المواقع والوكالات الإخبارية التابعة لاتحاد القنوات والإذاعات الإسلامية المقاومة، تنطلق أعمال مؤتمر الإعلام المقاوم في صنعاء بهدف وحدة الموقف ووضع استراتيجية واضحة للمواجهة. ينطلق المؤتمر اليوم من الضرورات العملية في مواجهة الحرب الأمريكية الشاملة على وسائل الإعلام والصحافة بالقرصنة والحجب والاختراقات، إضافة إلى أنه ينطلق من ضرورات عملية تتعلق بمعادلة القدس التي أطلقها وأعلنها السيد حسن نصر الله، وفي سياق ما في سياق التحضيرات التي أجريت في بيروت خلال اليومين الماضيين للتحضير لإطلاق استراتيجية إعلامية موحدة بين إعلام محور المقاومة. تكريس المعادلة الإقليمية المنطقة مقابل القدس التي أطلقها السيد حسن نصر الله من خلال استراتيجية تكفل صناعة وعي عام بالمعادلة من أهم نقاط بيان مؤتمر الإعلام المقاوم، فالبوصلة اليوم تتجه إلى فلسطين. لا ننسى أن تكون قضيتنا الأولى وقضيتنا المركزية وقضيتنا الأم هي قضية فلسطين وتحريرها من الكيان الصهيوني الغاصب، إلى أن يأتي وعد الله وإلى أن يحقق الله النصر لهذه الأمة، ثم تعيد أولئك المغتصبين إلى واقعهم وإلى حقيقتهم. مؤتمر الإعلام الذي شارك فيه اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية وكتلة الصحفي الفلسطيني والدائرة الإعلامية لحزب الله اللبناني والمؤسسات الإعلامية والصحفية المحلية وضع تصوراً لتطوير آليات الاتصال بين وسائل الإعلام المقاوم وتدشين برامج وأنشطة عملية. مؤتمر الإعلام المقاوم هدفه تدشين مرحلة جديدة لمحور المقاومة عبر إنشاء شبكة إعلامية موحدة لمواجهة التحديات في المنطقة، وكذلك لوضع القضية الفلسطينية في رأس قائمة الأولويات. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين. حذر مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاذم غريب أبادي من سرية البرنامج النووي السعودي، مشيرا إلى أن الوكالة لا تملك الحد الأدنى من الصلاحيات للتحقق منه. وردا على هذه تصريحات ممثل الرياض في الوكالة، قال أبادي إن أي تقصير في تنفيذ الضمانات سيسمح للرياض بإخفاء بعض أنشطتها النووية بعيدا عن عمليات التفتيش. يأتي هذا بعد طلب أبادي من الوكالة توضيحات حول البرنامج النووي السر السعودي، وذلك عقب نشر معلومات عن إنشاء السعودية مصنع الكعكة الصفراء. ونبقى في إيران، حيث انتهت جولة المحادثات الأفغانية بين الحكومة وطالبان، وقد أكد الوفدان ضرورة بذل كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي سلمي، لأن الحرب ليست حلا للمشكلة في أفغانستان. وفي بيان عقب مفاوضات جرت بينهما في إيران، أثنى الوفدان على جهود طهران في تحقيق السلام في أفغانستان، معتبرين هذا الاجتماع فرصة جديدة لتعزيز الحل السياسي للمشكلة الأفغانية. كما أدان الجانبان الهجمات على المدنيين واتفقا على مخاطر استمرار الحرب والأضرار التي ستلحقها بأمن البلاد. هذه المحادثات تزامنت مع استمرار المعارك في أفغانستان بين الجانبين، وقد أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 69 مسلحا من حركة طالبان وإصابة 23 آخرين في عمليات هجومية نفذها الجيش الأفغاني على مركز ولاية بادغيز في ولاية بل في غرب البلاد. وفي بيان قالت الوزارة أن قواتها تمكنت من إخراج المسلحين من مناطق عديدة في مركز الولاية، في حين أعلنت عن مقتل 239 مسلحا وإصابة 157 آخرين في اشتباكات اندلعت مع قوات الأمن في 15 ولاية خلال الساعات 24 الماضية. من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة اعترفت فعليا بهزيمتها بقرارها سحب قواتها من أفغانستان. وفي كلمة له، أوضح لافروف أن خطر وقوع هجمات إرهابية في أفغانستان يزداد في ظل انسحاب الوحدات العسكرية الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى غياب الرغبة لدى الحكومة الأفغانية في تأليف حكومة انتقالية، وشدد على أن موسكو ستستخدم قاعدة
قاعدتها العسكرية على الحدود التاجكستانية الأفغانية لمنع أي عدوان ضد حلفائها. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم القاذفات الاستراتيجية من طراز تو-160 وتو-95 أطلقت صواريخ مجنحة خلال تدريب في القطب الشمالي. عمليات الإطلاق هذه جرت بشكل طبيعي وأصابت أهدافها بنجاح، وأشارت الوزارة إلى أن رحلة التدريب استمرت 6 ساعات على إطلاق النار من المدافع الجوية، ومن المقرر أن تنتهي التدريبات يوم 9 من يوليو/تموز. في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بحث مع نظيره التركي خلوص أكار تأمين مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول. وأضاف كيربي أن الطرفين وفي اتصال هاتفي بشأن التعاون الدفاعي الثنائي والانسحاب الأمريكي من أفغانستان، أعاد التأكيد على أهمية تأمين مطار حامد كرزاي الدولي وعلى أهمية العلاقات الدفاعية الطويلة الأمد بين البلدين. We have spent a lot of time, a lot of effort, a lot of resources in improving the competency and the capability of the Afghan National Security Forces, and now it's their turn. It's their time. تصادف اليوم الذكرى 49 لاستشهاد الأديب الفلسطيني غسان كنفاني، وفي هذه المناسبة أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الشهيد كنفاني مثل ثورة الأديب الذي حمل هم وطنه في قلبه وفي عقله. وبالتوازي دينا، وضعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إكليلا من الورود على ضريح الراحل كنفاني في بيروت. هذا التليفون عم بيروكب، ما بعرف ليه ما قال شوي لاعضاء اللجنه. اما الان فالى موجز الاقتصاد في هذه النشره، ومجددا اليك اليسار. شكرا محمد. أهلا بكم من جديد. أعلن تجمع أصحاب الصيدليات في لبنان الإضراب العام والمفتوح بدءا من يوم غد الجمعة حتى إصدار وزارة الصحة لوائح الأدوية وتصنيفها بحسب الاتفاق مع المصرف المركزي. وأوضح بيان التجمع أن موقفه يأتي بعدما أصدر مصرف لبنان قراره النهائي بشأن حصر الدعم بأدوية السرطان والأدوية المستعصية والمزمنة ولفترة زمنية محدودة، وبعد توقف المستوردين شبه الكامل عن تسليم الدواء للصيدليات وإثر اعتداءات متكررة وحالات سطو على الصيدليات. إلى ذلك، سجلت أسعار المواد الغذائية في لبنان ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، تخطت نسبته 20% على بعض الأصناف المستوردة إلى السوق اللبناني. ويأتي ارتفاع الأسعار الاستهلاكية نتيجة ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء إلى 18,200 ليرة لبنانية مقابل الدولار للمرة الأولى في تاريخ لبنان. ويشتكي المواطنون من غياب دور أجهزة الرقابة وحماية المستهلك ومن تقاعس وزارة الاقتصاد في ضبط الأسواق ومنع الاحتكار وحماية القدرة الشرائية للبنانيين. دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض السكنية للمواطنين. كلام الكاظمي جاء أثناء زيارة قام بها إلى المصرف المركزي الذي أعلن بدوره عن زيادة الأموال المخصصة للإسكان إلى أكثر من 1,600,000,000 دولار، منها 800,000,000 دولار للمصرف العقاري ونحو 700,000,000 لصندوق الإسكان لتلبية كافة الطلبات. دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا دول العالم الأغنى إلى بذل جهود إضافية لمساعدة الدول الأفقر على تحمل الضربة المزدوجة المدمرة لوباء كوفيد-19 على مختلف الاقتصادات. وحذرت جورجيفا من تعمق الهوة بين الأغنياء والفقراء، داعية دول مجموعة 20 للقيام بخطوات عاجلة لمنع تخلف الدول النامية عن الوصول إلى اللقاحات ولإعادة بناء ثرواتها واقتناص الفرص الاستثمارية.
رفعت المفوضية الأوروبية بنحو كبير توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 4.2% هذا العام، ورجحت أن يبلغ النمو في العام المقبل 4.5%. ورأت المفوضية أن انتعاش الاقتصاد الأوروبي سيكون أسرع مما كان متوقعا، وأدى تراجع الإنتاج إلى نحو 6% العام الماضي إلى تردي الاقتصاد الأوروبي بنحو قياسي. لهذا نختم أخبار موجز الاقتصاد. ختام الظهيرة لليوم اخترناه مجددا من فلسطين، هذه المرة مع جولة مع أطفالها في باحات الحرم القدسي الشريف، نتعرف عليها مع دينا. نتعرف محمد على هذه الجولة والتي نظمت اليوم، حيث نظمت هذه الجولة لأطفال المخيمات الصيفية في باحات الأقصى، وذلك بالتزامن مع جولات استفزازية لعدد من المستوطنين بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال. لكن الأطفال أكملوا مسارهم على وقع هتافات نحن جيل القرآن وجنة جنة يا وطننا. لنتابع هذه الهتافات وهذه الصور. هذه الهتافات لأطفال فلسطين ملاك الأرض الحقيقيين نختم هذه الظهيرة. هذا تذكير بالعناوين. الاحتلال يفجر منزل الأسير منتصر شلبي في ترمس عيا شمال رام الله، وفصائل فلسطينية تصف التفجير بالعدوان الهمجي وتؤكد أنه لن يوقف المقاومة. انضمام أسيرين إلى زميلهما الغضنفر أبو عطوان في إضرابه عن الطعام دعما له، وفعاليات تضامنية معه في الداخل الفلسطيني المحتل للإفراج. الدول الضامنة لصيغة أستنة تؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ورئيس وفد دمشق يتهم أنقرة بتتريك الشمال السوري. على وقع المعارك بينهما، وفدا كابل وطالبان إلى طهران يشددان على الحل السياسي، وموسكو تحذر من زيادة الهجمات الإرهابية بعد الانسحاب الأمريكي. وكان في الاقتصاد، الصيادلة في لبنان يعلنون الإضراب العام والمفتوح بدءا من يوم غد. أسعار المواد الغذائية المستوردة ترتفع، والليرة اللبنانية تسجل انهيارا جديدا أمام الدولار. حكاية تتوارثها الأجيال وتنتظر عودتها إلى الديار، إنجلترا تبلغ النهائي القاري الأول في تاريخها على حساب الدنمارك. المزيد زوروا صفحة الميادين على الانترنت الميادين.نت باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية. إلى اللقاء. إلى اللقاء.